مني، انا دي حضارة جدا على كتفك وش. لا مزح مني برا. عن صغور يا واحد عاشا. ايوه برا يا عاشا برا يا سيد. انا هيك انا حق القرآن. لا برا حق القرآن. تعال عندي. دي برا. تعال عندي. ما خليني اقرأ. تعال عندي. تعال عندي. تعال عندي شوي. وكان أزل له ولد رشيد. رشيد 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 جدا. وكان اسمه هذا الولد إبراهيم. وكان اسمه هذا الولد إبراهيم صح. وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام ويرى الناس يعبدون الأصنام. وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجر. وكان حجار حجار خطأ حجارة حجارة صح. وكان يعرف وكان يعرف أن الأصنام لا تأكل ولا تسمع لا تضر ولا تنفع. لا تضر ولا تنفع. وكان يعرف أن الأصنام لا تأكل لا تتكلم ولا تسمع لا تضر ولا تنفع تسمع. وكان يعرف أن الأصنام لا تضر ولا تنفع. وكان يعرف أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تفيد. وكان عود دي عود ما تعود عالم ما رشحت ما تعود عالم يا عود سنشوف الكتاب هذا اني كان صغير منك ما قد دو دو ما شعر انطيك يا عود على شوي اقدع. وكان يعرف الفقر كل يأكلون طعام الأصنام فلا تمنوا. وكان إبراهيم يقول لنفسه لماذا وكان إبراهيم يقول لماذا تضربني؟ لماذا يسجد الناس للأصنام؟ وكان إبراهيم يسأل نفسه لماذا يسأل الناس للأصنام؟ نصيحة إبراهيم. وكان إبراهيم يقول لوالدي يا أبتي لماذا تعبد هذه الأصنام. ويا أبي لماذا تسأل هذه الأصنام وهذه الأصنام وهذه ال ايه خليني على ايه عبد الرحمن اعطيك راس الشغل يا عبد الرحمن صح فيك يوم صحة صحة فلتكت. وكان إبراهيم ينصح القوم
ينصحوا لقومه كان الناس يضربون كرادي وقال يا إبراهيم إن الناس قال إبراهيم أنا أكسر الأصنام واحدة وكان عازر له ولد شديد جدا وكان اسمه حديث إبراهيم وكان إبراهيم يسوي بالمسجد دين 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 بحكي عن هذا ذاك الولد دين 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 اللي يشحن التابلت عرفته؟ دين 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 حرام ايه حرام شديد شديد جدا وكان إبراهيم وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام ويرى الناس يعبدون الأصنام وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وكان يعرف أن الأصنام لا تضرب ولا تنفع وكان يرى أن الفات أبا يجلس لا وكان يجلس على الأصنام فلا تدفع والله مقرأ والله وكان يرى الفأر يأكل الطعام للأصنام فلا تمنع وكان إبراهيم يقول في نفسه لماذا يسجد الناس للأصنام وكان إبراهيم يسأل نفسه لماذا نحن هنا لماذا يسأل الناس الأصنام وكان إبراهيم يقول لوالديه يا أبتي لما تعبد هذه الأصنام يا أبتي لماذا تسجد لهذه الأصنام ويا أبي ماذا تسأل هذه الأصنام إن هذه إلا الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وإن الأصنام لا تضر ولا تنفع ولأي شيء تضع لها الطعام والبش والشراب وإن هذا الأصنام يا أبي لا تأكل ولا تشرب وكان آزر يغضب ولا يفهم وكان إبراهيم ينصح لقومه كان الناس يغضبون ولا يفهمون مثل أزر قال إبراهيم أني أكسر الأصنام إذا ذهب الناس وحينئذ يفهم الناس واو ما خلصنا I said no need to pages لا كمان آخر صوت يا حتى صفحة 40 إبراهيم واو
هيا عم طلع مات الكينج كسر رأسه بالكابينت. هيا سابني بارك الله في ذلك. الله قرأنا. تعال شوف يلا. أنا حافظة أكثر أنا.